سي كريم، بغينا تكلمي لينا على الطموحات، يعني المجموعات ليش كتطمح؟ تطمح تعزف في العالم كله، هذا هو في نظري، هذا هو يعني المنادي لأي موسيقي، هو يتعرف على جماهير مختلفة. و دي كونسير اللي كان فيهم جمهور مغربي، ما تنتمناو نشدو يعني الجماهير ديال البلدان. كنشكرك سي كريم على الحضور ديالك معنا. ميرسي. وغادي نخلي المشاهدين مع أغنية أخرى من أداء المجموعة. شكرا.